كبر. مبروك يا هرمس. عبد الجبار، انت خرجت ازاي؟ ايه يا نور؟ انت كنت عايزين اقعد في السجن طول حياتي ولا ايه؟ خلاص كفايه اللي راح. وجاي دلوقتي عايز ايه؟ احنا هنتكلم على السلم كده؟ ايه يا نور، انت خايفه مني ولا ايه؟ ما بقتش بخاف. اتفضل. أنا جاي أقولك الكلام اللي أنتي ما اديتنيش فرصة أقولهولك طول السنين اللي فاتت دي. وأنا مش عايزة أسمع حاجة. لا! هتسمعي. وغصب عنك هتسمعي. أنا ياما طلبت من إدارة السجن إنهم يبلغوكي إن أنا عايزة أقابلك، وهم يقولولي إنك رفضتي. يعني حكمتي عليا بالإعدام من غير ما تسمعي دفاعي يا سيادة المأمورة. هتقول إيه؟ بريء. ما عملتش حاجة. كلمتين خايبين دايما بتقولهم قدام قدام المحكمة. طيب انتي ما فكرتيش انا اتمسكت ليه؟ وفكر ليه؟ ما انا عارفة كنت بتهرب 30 كيلو حشيش في عربيتي، عشان عارف ان عربيتي ما بتتفتش، علشان انا ضابط بوليس. استغليت مهنتي يا محترم. لا يا سيادة المأمورة، أنا اتمسكت في كمين معمول ببلاغ عشان عربيتي كنتي فيها مخدرات. لا، تفرق كتير. ده مش معناه إنك طول الوقت بتستغلني علشان أنا في الداخلية وإنت التاجر في المخدرات من ورايا. أنت ما بتفكريش أبدا، ما سألتيش نفسك مين اللي بلغ عني، ولو بلغ عني ليه بلغ عن عربيتي كنتي؟ برافو مؤلف والله. هي دي بقى القصة الخايبة اللي قعدت تألفها في السجن عشان تيجي تضحك عليا، زي ما طول عمرك بتضحك عليا. لا يا سيادة العميد، أنا مش مألف قصص، أنا هقولك الحقيقة، بس خايف عليكي من عذاب الضمير اللي هتعاني منه لو عرفتي الحقيقة. عذاب الضمير؟ انت تعرف حاجة عن الضمير؟ كتر خيرك. الحقيقة بقى يا سيادة المأمورة، المخدرات دي كانت محطوطة في عربيتك انتي، والبلاغ كان متقدم عنك انتي، يعني انتي المقصودة مش انا. انا قدريا يوميها خدت العربية، فاكرة ليه؟ فاكرة ولا مش فاكرة؟ عربيتك عملت حادثة الصبح وكانت عند السمكري. ايوه، كويس انك فاكره. فاكره ايه؟ مال اللي انت بتقوله باللي حصل؟ ايه التخاريف دي؟ زمان وانت لسه رائد يا سياده العميد، كان عندك مسكونه اسمها حميده ابو الفدا، فاكراها ولا مش فاكراها؟ ارجوكي افتكري يا نور، ارجوكي. ها يا بت، مش ناوية تقولي برضو مين تاجرة المخدرات اللي كانت بتخليكي تصرفي البضاعة؟ معرفش والله حضرة الظابط معرف. يا بت انت هتستهبلي؟ يا بت قولي بدل ما اقول ان لقيت عندك مخدرات في سريرك والبسك قضية 10 سنين. انا مش عارفة انت مصرة تعرفي ليه وانت ظابط في المباحث؟ وانت مال اهلك؟ ما تنطقي. ابوس ايدك لو عرفت هتموتني. طب ما تخافيش، كلمي انت بس وانا احميكي برقبتي، بس انطقي. Thank you.
يا نور افتكرتيها؟ افتكرتها. سيدة البرعي تاجرة المخدرات اللي حميدة اعترفت لك عليها، فاكرة؟ ده انت هتشوفي هنا ايام سودة بقى. عايزة تهربي يا بت؟ طب وديني ما انت خارجة من السجن طول حياتي. ههرب يا حضرة الظابط، انا عارفة انك انت اللي جايباني هنا، بس يوم ما ههرب خافي مني بقى. انت بتهدديني يا بت؟ ده انت وقعت ابوكي سودة يا شهوار. تمام يا فندم. خد البت دي شهر حبس انفرادي، مش عايزاها تشوف حتى كف ايديها. تمام يا فندم. يلا يا كحولة. بعد ما هربت من السجن خرجت تنتقم، بعتت لحميدة واحدة سمتها جوه السجن، وحطت مخدرات في عربية الرائد نور عز الدين، راح فيها ظلم جوزها المهندس عبد الجبار، وفضل طول الوقت ده مراته فاكرة انه تاجر مخدرات. وانت جبت المعلومات دي منين؟ بعد الحكم بثلاث سنين كنت قاعد في السجن مش عارف انا هنا ليه، ربنا بعت لي جوز حميدة قال لي على كل حاجة. يا نهار اسود، انت متأكد ان اللي اسمها سيدة البرعة دي هي اللي حطت المخدرات لمراتي نور في العربية؟ زي ما وصلت أشجال للسجن سمت مراتي حميد الله يرحمها، وحرقت قلبي عليها ويتمت عيالي، عيالي اللي عايشين دلوقتي من غير أمهم اللي ماتت ولا أبوهم اللي مرمي في السجن. أنا لازم أطلب مراتي نور، لازم أطلبها تجيلي أكلمها، لازم تعرف الحقيقة، لازم. أنا في كابوس، أنا بحلم، أنا مش مصدق. هو أنا عشان كده كنت خايف عليك من عذاب الضمير. طب الراجل جوز حميدة دي هو فين؟ والله لحسن الحظ انه لسه عايش موجود في السجن، فاضل له سنه، روح اسأليه. اسمه شحتة عربي مكروم. طب ليه ما شاهدش لصالحك؟ لانه كان خايف يتقتل زي ما قتلوا مراته. بعد ما اقنعته والنيابه حاولت تجيب الشاهد اللي هو استشهد بيه، لو اتقتل في عملية مخدرات واتدفن دليل براءتي معاه. مش قادر اصدق، مش قادر اصدق، مش قادر اصدق. نور، انت مش قادرة تصدقي ولا مش عاوزة تصدقي؟ الاتنين، الاتنين. يعني لسه مش واثقة فيا؟ نور ارجوك تصدقيني، انا مش عايز حاجة في الدنيا كلها غير ان انا اشوف بناتي شرف وعدالة وأمانة. بناتك؟ قصدك بناتي؟ عايز تشوفهم؟ هتشوفهم؟ تشوفهم ازاي؟ نقول لهم ايه؟ معرفش. نقول لهم ان انا ابوهم. معقولة؟ معقولة أكون أنا بالغباء ده؟ معقولة عشت العمر ده كله وأنا مش عارفة الحقيقة؟ طب إزاي؟ معقولة الحقيقة تطلع القصة الساذجة اللي سمعتها دي؟ إزاي أنا أعيش
في واحد بريء مسكون بسببي. لا والواحد ده ميت، جوزي وابو بناتي واكتر واحد حبيته في الدنيا. لا وفاكره ان هو اللي خدعني، اتارينا انا اللي ظلمها ودايس عليه، دايس عليه برجلي ومش بس. لا 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 فوقي، اكيد جاي يضحك عليكي. اكيد اكيد. طب لازم اروح لجوز حميده واسمع منه واعرف الحقيقه. لازم. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.